الحمد للولي الحمد للولي علي ما تخافي الواحد المعبود رب البرية رب العباد مدبر الأمر تنبي العالي الرزاق جزل العطية من رحمة اللي في يديه التدابي العيد شعشع في سمانا الضيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بألف صحة، كل عام وأنتم بخير، كل عام وكل من يشاهدنا وكل من يتابعنا في برامجنا عبر شاشة قناة المرقاب الفضائية التي دائما وأبدا عودتكم على الجديد والمثير والجميل والممتع والرائع. أحييكم ورحب فيكم باسمي علي الموينع، أجمل ترحيب وأجمل تحية على الهواء مباشرة في برنامجكم اللي وعدناكم إن شاء الله أن نكون معاكم في 3 أيام من أيام عيد الفطر المبارك لعام 35 و400 ألف للهجرة. أحييكم ورحب فيكم أجمل ترحيب وأجمل تحية، وكل عام وأنتم بألف خير في برنامجكم اللي على الهواء مباشرة قهوة العيد. مشاهدي الكرام، الحقيقة كنا معكم في شهر رمضان المبارك في ما يقارب 8 حلقات، أنا وزميلي خالد اليمني، وقمنا الحقيقة وكنا معكم في برنامج هبة ريح الذي استضفنا فيه عدد من الشخصيات الشعرية وعدد من الشخصيات الأدبية وعدد من الشخصيات الفنية، بالإضافة إلى الشخصيات الإعلامية وأيضا ما يتعلق بالفقرات أو الفقرات المنوعة التي كانت بالزاوية التي هي تعتبر أحد زوايا وأحد فقرات هذا البرنامج من العروض الخطيرة وغيرها من البرامج فيما يتعلق. الحقيقة سعدت كل السعادة أن أكون معكم وأنتم معنا دائما وأبدا في برنامج وعبر شاشة قناة المرقاب الفضائية اللي دائما تمتعكم وتقدم لكم الجميل والجميل والرائع والمفيد. استضفنا كما ذكرت في برنامج هبة ريح اللي كان طبعا معاكم في شهر رمضان، طبعا اللي استمتعتوا وإحنا أيضا استمتعنا بوجودكم معنا، في عدد من الشخصيات اللي كما نذكر أتت من خارج مدينة الرياض، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، عدد من الشخصيات اللي حضرت، وشخصيات الحقيقة كثيرة، لعلي أتذكر بس بعض الأسماء، الحقيقة أسماء كثيرة. الحقيقة الشاعر غازي مشخص الذي أيضا كان من ضمن الشعراء الذين أيضا كانت لهم إسهامات وبصمة جميلة ورائعة في المشاركة. الحقيقة الشعراء كثير، وأنا حبيت الحقيقة بس أتذكر بعض الأسماء، ولا خصصنا الحلقة الختامية أنا وزميلي الإعلام خالد اليمني في الحديث عن ما يتعلق عن الحلقات السابقة. عدنا إليكم وها نحن معكم وإحنا وياكم على الهواء مباشرة في برنامجكم، برنامج قهوة العيد اللي نستمتع إحنا وياها إحنا وياكم فيها. وقبل ما نبدأ خلونا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وإياكم من صوام ومن قوام شهر رمضان المبارك الذي كان شهرا للخير وشهرا للمغفرة وشهرا للقرآن الكريم، ذلك الشهر الذي تزداد فيه الحسنات. وها نحن الآن في هذا أو هذه الأيام التي هي أيام الفرح، أيام السعادة، أيام البسمة، أيام نتذكر فيها هذه النعم من الله عز وجل. وباسمنا طبعا جميعا نهني الأمة الإسلامية والأمة العربية ونرفع أسمى آيات الشكر والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وإلى جميع الأسرة وإلى جميع هذا الشعب الوفي المملكة العربية السعودية. دعونا مشاهدين الكرام أن أرحب بكم وأرحب الحقيقة بضيوفي. حقيقة ضيوفي اليوم راح يكونوا معي إن شاء الله، ويبدو أنكم شاهدتوهم طبعا معروفين ضيوفي ما شاء الله، نجوم مبدعين بمعنى الكلمة بأخلاقهم بآدابهم حتى بأصواتهم الجميلة اللي دائما إحنا نستمع لها، وأعتقد مهم غريبين علي ولا غريبين عليكم الحقيقة مشاركتهم. هم أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرع الجنوب. والحقيقة قبل ما أبدأ خلوني بس أوجه رسالة شكر وتقدير إلى مدير عام الجمعية الأستاذ صالح اليوسف، وإلى أيضا مدير فرع الجمعية في جنوب الرياض، وإلى أيضا المنسق الحقيقة الشكر خاص، قاعد أقول شكر خاص جدا للأستاذ القدير سامي الدويش مدير العلاقات والإعلام اللي كانت له إسهامات كبيرة جدا في دعم هؤلاء الشباب وأبناء إنسان الله يطيل العافية. خلونا نرحب الحقيقة بمنشدنا عماد الحكمي ونقول له كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. أول شيء أمسي عليكم وأقول للمشاهدين والمشاهدات كل عام وانتم بخير وعساكم من عوهدة إن شاء الله.
ودي طبعا اخوي مهند بما انك في بدايه دائما تحب تقول كل او عماد طبعا خلينا مع عماد. عماد نقول لك كل عام وانت بخير وبصحه وعافيه. الله يخليك. جميل. طيب ايضا مشاهدينا الكرام ننتقل الى ضيفنا الاخر وهو طبعا منشد ايضا رائع متميز باخلاقه متميز ما شاء الله بصوته الجميل وسمعناه الحقيقه بمشاركاته في المحافل في المناسبات ايضا الانشاديه وهو طبعا يقولون مهند هم يقولون مهند لكن انا اقول المهند الحكمي. حياك الله المهند وكل عام وانت بخير. وانت بخير صحة سلامة ومن العايدين ومن الفايزين. وانت بخير ان شاء الله. ومسي على سيدات وسادة المشاهدين واقول لهم كل عام وانتم بخير وعساكم من عواد ان شاء الله. واحنا نقول لك كل عام وانتم بخير ومن العايدين والفايزين. طبعا مشاهدينا الكرام ضيوفنا ونجومنا المبدعين الحلوين ما شاء الله تبارك الله الابطال ما شاء الله المتميزين باصواتهم الجميله والرائعه ما شاء الله تعودنا بصراحه احنا تعودنا على سماع صوتهم وسماع صوتهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله جميل. خلونا الحقيقه انا اعتقد ان عندهم ما شاء الله اناشيدهم فيها اشياء في العيد. اي اكيد. ودائما يقولون العيد فرحة. خلونا نسمع أول مقطوعة من مقطوعاتكم الإنشادية. وش رأيكم ناخذ صبو القهاوي ولا ناخذ عيدنا؟ والله وش يعجبكم؟ عيدنا. ها؟ عيدنا. ناخذ عيدنا؟ جاهزين؟ جاهزين. بسم الله يلا تفضلوا. عيد يا العايدين عيد يا الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد. عيد يا العايدين عيد يا الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد. جبك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة. عيد يا العايدين والليالي الجميلة انورت فيك يا عيد. عيد يا العايدين جبك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة انورت فيك يا عيد. عود الله علينا عيد يا العايدين عيد يا الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد. فرحة المسلمين تجمع الأقربين. عيد يا العايدين أسعد الذاكرين كبر الله بالعيد. عيد يا العايدين فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبر الله بالعيد. عود الله علينا عيد يا العايدين عيد يا الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد. بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي. عيد يا العايدين صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد. عيد يا العايدين بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي صبح الناس قلبي زاد من قربه معي. عود الله علينا عيد يا العايدين عيد يا الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد. كل مرة تجينا يكثر الخير فينا. عيد يا العايدين وانت للود فرصة كل ما عدت يا عيد. عيد يا العايدين كل مرة تجينا يكثر الخير فينا وانت للود فرصة كل ما عدت يا عيد. عود الله علينا عيد يا العايدين عيد يا الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد بالمسرة كل عيد. لا لا حرام عليكم يا أخي ودنكم ما وقفتوا. ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة أنا انسجمت ترى في الانشودة. أنا صراحة انسجمت يعني وعادة أنسجم مع الأصوات الجميلة ذات المعاني العالية ما شاء الله تبارك الله وروعة في امتزاج الصوت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة خلينا نتكلم عن العيد. أنا بحيركم شوي برجعكم شوي للوراء. أول مرة أخذت عيدية يلا إيش رأيك أول مرة؟ والله قديم قديم يعني صف كم؟ ممكن ثاني ابتدائي اللي أذكر أنا. شاركت مرة في إحدى القنوات حلو و...
مع الأستاذ صالح اليوسف مدير عام الجمعيات. طبعا تحية للأستاذ صالح طبعا مدير عام الجمعيات أكيد. ما شاء الله تبارك الله. فبعد ما خلص البرنامج وزعوا علينا جوائز. 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 طبعا علمنا عاد مو بس جوائز بس علمنا معليش. طبعا تعرف كنا يعني أطفال وزي كذا. كانت الجائزة سيارة ريموت كنترول. طبعا فرحت كذا و. فلة. سويت بالريموت كنترول. من قدي. طيب المهند طيب. والله أول كنت هي أول من زمان كنت أخذ بس اللي أذكره في أولى خدت عيدية يمكن 5 ريال كنت فرحان فيها ما شاء الله إيه كنت كانت في أولى أول يعني قبل عماد أنت أحسن من عماد أنت عماد أخذها في ثاني أول 5 ريال مني يعني كاشاني يعني قصدك أن العيد أول اختلف عن العيد الحين يا عماد طبعا طبعا ليش يعني زي ما أقول لك فيه لذة أول أول فيه يعني تحس بالعيد يمكن نقول عشان العمر اختلف العمر يعني قصدك ان العيد يحس فيه الطفل اكثر من الكبير يعني طبعا اكيد كنا يعني اول نحس بالعيد يعني نحس بلذة العيد صحيح. يمكن من اول ما يعلنون ان غدا العيد نبدا خلاص يعني فرحانين نستمتع مفرقعات هذه صروخ صواريخ كيف الصروخ والصواريخ كيف وضعها معكم تحبونها كثير ولا فيلم والله ها فيلم الله يسترك يمكن تكلمت انت يا المهند فيلم في العيال ولا شيء ولا اول هذا اول ولا الحين ما تسوي شيء لا متاكد ما معك شيء منه لا الله يستر منك طيب خلونا نسمع انا وانتم يا لبا يا لبا قلب الوناس قلب الوناس والله من مطلعها بس من مطلعها تحمس وناس يلا خلنا نكون في الوناس ان شاء الله ونسمع لل يا لبا قلب الوناس يا لبا قلب الوناسه الفرح هذا اساسه العيد فله وسعاده كل بيجني غراسه يا لا لا يا لا 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 يا لبا قلب الوناسة الفرح هذا أساسة العيد فل وسعادة كل بيجني غراسة احنا الشباب السعودي الزين فينا يزودي مرزا مسبحة جديدة والسكبة فوق الحدودي واحنا الشباب السعودي الزين فينا يزودي مرزا مسبحة جديدة والسكبة فوق الحدود يا لا لا يا لا 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 يا لبا قلب الوناسة الفرح هذا أساسة العيد فل وسعادة كل بيجني غراسة بالخير مدوا يديكم يعيد ربي عليكم بالعيد كل انتهنا والهم لا ما يبيكم بالخير مدوا يديكم يعيد ربي عليكم في العيد كل من تهنى والهم لا ما يجيكم ما يبيكم يا لا لا يا لا 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 يا لبا قلب الوناسة الفرح هذا أساسة العيد فل وسعادة كل بيجني غراسة الله 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 على طاري امتزاج الأصوات يعني أول مرة عملت بروفة مع بعض حسيتوا بصعوبة ولا ما شاء الله تفهمتوا بسرعة طبعا أول كان أحد أخواني اللي هو إبراهيم ما شاء الله كان يجد معنا ما شاء الله وكان معنا في الجمعية تحية لإبراهيم طيب أوجه له تحية في هالعيد وتقول لك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير ووجه طبعا للوالدة وقول لها كل عام وانت بخير ولها الجميع الله يسلمك طبعا كنا أول ننشد مع بعض جميل احنا الثلاث نطلع حفلات وننشد ما ادري وش اللي جاء في مخ اخوي ابراهيم يعني قال ما عاد ابغى انشد والحين يوم نسوي بروفات انا واخوي مهند في البيت يجي يعني يقول لي انه يطقطق علينا ينشد معنا تغير صوته يعني طبعا اللي ما ينشد يتغير صوته صح يعني ما قصدك ما يتمرن او لازم يمارس يعني معناها انكم انتم تتدربون باستمرار يعني ولا لا في البيت كل مكان ننشد اجل الله يعين ال... ها اجل نسوي مره مره طبعا كان ينشد معنا ونقول له ليه ما ترجع يقول لا خلاص صوتي وزي كذا ويبغى له يتدرب من جديد لكن يعني كان قبلكم هو كان هو اللي علمنا الانشاد يعني كان هو اللي شجعنا وقال لنا يعني اطلعوا انشدوا هو راح انسحب انسحب طبعا وانتوا اخذتوا المكان وجهنا للطريق وانسحب ما شاء الله عليكم لا والله مبدعين بالنسبه لمشاركاتكم في العيد خلينا نتكلم عن مشاركاتكم في العيد
طبعا مشاركات في العيد ولا لا ابي العيد مشاركات نشارك طبعا مع فرقة اخوي مهند عنده نفسية من الفرق اخلا اقول له يطلع معي يقول لا يتردد اي لا بس ابشرك جبناه اليوم يجي يطلع لا اليوم جبناه اليوم معك استرالي يطلع لا وافق اليوم طبعا بركات الاستاذ سامي الدويش طبعا لا ننسى الاستاذ سامي طبعا طبعا المشاركات في العيد انا في اكثر من فرقة نشارك في الخرج حلو فعاليات في الخرج في المسرح مسرح برج الخرج حلو نشارك طبعا في طيب أول الغابة أول مرة وقفت يعني قدام الجمهور حسيت بصعوبة مثلا مهند؟ أكيد أكيد أي واحد يعني يوقف قدام الجمهور أول يعني كأول مرة توقف قدام الجمهور أكيد يعني تحس هيبة يعني تحس أنك يعني في شيء بس يعني على النقيض الآخر أو في الزاوية الأخرى تحس بحماس صحيح أول ما تطلع يعني تشيل همة قبل لا تطلع المسرح بطلع المسرح كيف وزي كذا و... بس إذا بعد ما تطلع يعني في نص يعني أو إذا طلعت تنشد أو طلعت تتقدم في نص يعني المشوار خلاص تتحمس يعني قصدك في الدقائق الأولى بس على طول تتأقلم المهند طيب هذا عماد بالنسبة للمهند أنا أول ما طلعت يمكن في فرحة النجاح السنة الماضية على ستيج حلو كنت خايف لا أمسك المايك بس وأطلع قدام الحضور حلو بس الحمد لله مع أخوي عماد تعودت سنة ذا دويتو يعني أنا. قصدك ان اول مره طلعت على المسرح كان في خوف شوي اكيد كان في صعوبه هي بيو طيب لما كان معك اخوك ما تحمست ايه صار عندك عادي هو شيل عني وانا شيل عني انا اخاف يعني لا ما شاء الله عليك لا بطل ما شاء الله عليك لا والله ما شاء الله عليك طيب نرجع الموضوع مشاركاتكم هذا بالنسبه للعيد لو نجي احنا لمشاركاتكم على مستوى الاحتفالات بشكل عام خلينا نذكر ابرز المشاركات اللي شاركتوها خلونا نشوف مع مهند شاركت اول شيء في فرحة النجاح حلو يمكن قبل شهرين أو شهر شاركت يعني هي كثيرة بس الأبرز في فرحة النجاح شاركت في برج الخرج مع أخوي كنت متحمست طلعت بس هذه هي حمسك ولا تحمسه لا هو اللي حمسك هو يحمسك أكثر؟ إيه طيب. طلعت بس هذه أبرز شيء ولا هي كثيرة طيب ونشوف عماد ما شاء الله والله أنا مشاركاتي كثيرة أبرزها برج الخرج يعني سنوياً قدم في العيد رغبة نقدم في الرغبة أكثر يعني عروضنا في الرياض وآخر يعني دعوة نقول مو بمشاركة يعني دعوة من أمير منطقة الرياض جميل. الأمير تركي بن عبد الله اليوم صلينا مع صلاة العيد ما شاء الله فطرنا معه يعني كان يعني كان هذا اليوم اليوم استضافكم اليوم سمو أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله ما شاء الله صلينا مع صلاة كيف زيارتكم معه وكيف والله استمتعتوا إيه أكيد ما شاء الله تبارك الله طيب خلنا نسمع يوم العيد ما شاء الله اليوم مناشدكم فيها العيد كثير نبغى ناخذ يوم العيد طبعا هذه نشيد للمنشد طبعا أوجه له تحية صوته يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني كويس المنشد النقيب ابراهيم النقيب ابراهيم النقيب تحيه للمنشد ابراهيم النقيب هذا اخ وصديق وما شاء الله من الاصوات الجميله طبعا موالات كنا اول ما نطلع ما نطلع موالات نطلع اناشيد بس بعد ما سمعنا لا احنا بنسمع موالات منك لا تخاف بنسمع منك موالات بنسمع بعد ما سمعنا النقيب يعني بدينا نتعلم منه وزي كذا ما شاء الله تبارك الله نسمع يلا بسم الله يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد المعاشات ماتت في لقيمة الطالي بربري عادي سعر الاسترالي غالي المعاشات ماتت في لقيمة الطالي بربري عادي سعر الاسترالي غالي يا مسلئي على خاطري يوم العيد ويا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يا لا لو يا لا لا 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 خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية والأسعار عالية مرفوعة مية مية مرفوعة مية
خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة ميا ميا يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يا لا لو يا لا لا 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حلوة ذي دخلنا مدري وشو في العيد ومدري وشو فيها صفقة ذي بس والله حلو يا أخي دخلتونا جو طيب بالنسبة لموضوع الحفظ يعني كيف تنمون عملية الحفظ في الإنشاد عندكم في طرق معينة تتخذون والله بالنسبة لي يعني ما أتعب إذا حبيت النشيد أو سمعته أقرب نشيد على سبيل المثال أخوي مهند قبل أيام طبعا النشيد هو قديم بس أخوي مهند سمعني اللي هو عن الرسول يا رسول الله وقدوتنا فسمعته جاز لي قلت له أرسل لي رسل لي أسمع على طول أول مرة حلو إذا أنا بحفظ على طول أو إذا أنا بمزمز عليه يعني لا حسب إذا بحفظ على طول أسمعه مرة واحدة أكتبه حلو خلاص يكون حافظ هذا يعني طريقة الحفظ وبعض الأحيان يعني من كثر أسمع كثر ما أسمع يعني أحفظ ممتاز طيب بالنسبة للمهند تواجه صعوبات في حفظ الإنشاد؟ ممكن بس اللي خليني أحفظ بسرعة اللي هو اللحن إذا يعني حلو كويس أحفظ بسرعة وأكتب وزي أخوي يعني يعني أروح في مكان بالحالي وقاعد أصايح لين الليل بعدين نحفظ يا رجل على طول وتقدر على طول الحمد لله طيب أطول إنشودة حفظتها أنت يا المهند بالذات أطول إنشودة مدتها 7 دقائق ما شاء الله عن الأب ماشي. اللي هو إيش عن الأب عن الأب إيه غبوه اللي لا طويلة دي طويلة بيقبل البرنامج بنسمعها لا لا بنسمعها دويت ما هي مشكلة لا إذا هو تبيها دويت طيب سير دويت طيب بنسمعها احنا في الجزء الثاني بإذن الله تعالى وراح نستمع لها نرجع مرة ثانية في موضوع الاحتفالات أنتم تشاركون في الاحتفالات صح ولا لا؟ صح وجدتم بعض المنشدين تقابلتم مع منشدين على يعني مستوى صح. كبير مثل من؟ منشد إبراهيم النقيب أبو المهند موسى العميرة أذكر أني شاركت له يعني في البومة سمو الحياة مع الأستاذ سامي الدويش شاركت في افتتاح الألبوم كان لها يوم في مركز الملك فهد الثقافي كان يعني ألبوم متميز وطبعا لي منشدين يعني مو ما أقول يعني ما مو ممكن أعجب بثانيين بس يعني هم اللي أسمع لهم دائم اللي هو أبو علي سمير البشيري هذا اللي أسمع لهم كثير أسمع لهم طيب حفظت أناشيدهم أكيد طبعا أبو علي كل أناشيده يعني مو كلها اللي أحفظ أناشيده اللي هي عن الأم أحفظ أناشيده عن الأم بس لا أناشيد نزلت الحين في ألبوم سمو الحياة كويس في 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 شيء حافظين أنتم أكيد للمنشد مثلا أميرة دويتو دويتو أكيد تحاولون اللي هو عن الأم والبر له إيه صح يلا أي. بسم الله ما شاء الله عليكم من كثرتها تضيعونها ما شاء الله عليكم الله يوفقكم ما شاء الله عليكم ايه واحد تسمع صحيح اني صغير السن ولا لي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها ولكن الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مرقاه وجالس يستمع فيها صحيح صحيح اني صغير السن ولا لي بالحياة سنين ولكن التجارب علمتني من بلاويها ولكن الذي جرب وعاش التجربة بالعين كما منه على مرقاه وجالس يستند فيها ولكن ولكن الذي جربت وعاش التجربة بالعين كما منا صعبة شوي بس نسيناها والله لا ما شاء الله تبارك الله طبعا أنا أحييكم وأشكركم وأشكر أيضا المنشد الكبير والأستاذ القدير موسى العميرة أبو علي على هذه الإنشودة اللي أنتم تقدمونها له مثل ما أنها قدمها لكم أنتم صحيح. تقدمون يستاهل والله طبعا ما عشان كذا لخبطنا فيها ما الله.
طبعا ما شاء الله جميلة ورائعة وجميلة. طبعا أعود لمشاهدينا الكرام ونحن لازلنا نحتفل في هذا اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك لعام 35 و400 أو 1000. لا ننسى بأن قناة المرقاب كما ذكرت في تغطيتها الخاصة الصباحية التي كانت مع الزميل خالد اليمني والتي انطلقت طبعا صباح هذا اليوم في تغطية كاملة لطبعا صلاة العيد، وكانت هذه التغطية التي تتحدث عن هذه الشعيرة وهذا اليوم، وأيضا بالإضافة إلى ليلة العيد ذلك البرنامج الذي هو المشراف الذي كان طبعا مع الأستاذ بالأستاذ طبعا مهدي العبار العنزي وأيضا زميلنا طلال المرشدي طبعا، وليس برنامج المشراف ولكن سيكون بإذن الله بعد العيد، ولكن أتحدث أن هناك البرنامج الذي كان ليلة العيد تغطية كاملة بالإضافة إلى الصباح كان أيضا هناك تغطية خاصة كاملة لهذه الفعاليات فيما يتعلق في العيد، بالإضافة إلى أنه قبل ما يقارب من الساعة من الآن كان هناك تغطية للمحافل، هناك تغطية لأمانة منطقة الرياض بما تقوم به من مواقع وبث مباشر. كان معنا طبعا الزميل أيمن الغبيوي الذي قام بتغطية مباشرة وحية لمواقع احتفالات أمانة منطقة الرياض التي كان يوجد بها عدد كبير من الحضور الذين حضروا هذه الفعالية الجميلة. من ضمن هذه الفعاليات هو برنامج أو من ضمن هذه الفعاليات عروض الألعاب النارية، ونعود إليكم مرة أخرى. ومن أرفع رأسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك، ومن ثنى بالسيف دونيك والقلم يستاهلك يستاهلك يستاهلك، من دعا لله وبشرع وحكم يستاهلك يستاهلك، ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك، ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك يستاهلك يستاهلك، نستاهلك يا دار أهلك أنت سواد عيوننا شعب وملك، فوق فوق هام السحب وإن كنت ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب، مجدك لقدام وامجادك ورا وانحكى فيك حسادك ترى، ما علينا بهرج حسادك أبد أبد، انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد، انت ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد، انت ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد. فوق فوق هام السحب وإن كنت ثرى فوق فوق عالي الشهب فوق فوق هام السحب وإن كنتي ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب، مجدك لقدام وامجادك ورا وانحكى فيك حسادك ترى، ما علينا بهرج حسادك أبد أبد، انتي ما مثلك انتي ما مثلك بهالدنيا بلد، والله ما مثلك بهالدنيا بلد، من دعا لله وبشرع وحكم يستاهلك يستاهلك، ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك
يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونيك والقلم يستاهلك 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 من دعا لله وبشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك 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 نستاهلك يا دارنا حنا هلك انت سواد عيوننا شعب وملك فوق فوق هام السحب وان كنت ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب مجدك لقدام وامجادك ورا وان حكى فيك حسادك ترى ما علينا بهرج حسادك أبد أبد أنت ما مثلك أنت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد أنت ما مثلك بهالدنيا بلد والله وأنت ما مثلك بهالدنيا بلد الله يحمي هالوطن الغالي المملكة العربية السعودية اللي فعلا إحنا نسعد فيها ونستمتع فيها بتطبيق ولله الحمد والمنة للتشريع الإسلامي بكتابه وبسنته ونعيش في رغد وعيش الله لا يغير علينا في بلدنا المملكة العربية السعودية الحقيقة نسعد كل السعادة حينما نرى هذا البلد وهو يعيش في أمنه وفي أمانه هذا البلد الذي يعيش في أمنه وأمانه نحمد الله عز وجل في كل دقيقة وفي كل لحظات وفي كل أيام التي تمر علينا بفضل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني الحقيقة كل الصراحة وكل الأمانة لما نعيش هاللحظات ونتذكر ونشوف ما شاء الله هالازدحام الكبير الضخم لحضور هذه الفعاليات نعرف أن إحنا في نعمة والله نعرف أن إحنا في نعمة ولله الحمد والمنة الحقيقة ودي أتحدث شوي عن قناة المرقاب وبالذات أتحدث عن عدد كبير من الكليبات عدد كبير من الشيلات عدد كبير من المشاركات إن شاء الله راح تكون إن شاء الله بتشوفونها لا تشيلونها بإذن الله إن شاء الله أنا راح تكون جاهزة وأنا أدري المشاهدين اللي تابعونا حريصين ودهم يشوفونها وكلنا بنشوفها أنا أبعطيكم اقتراح وش رايكم ننتقل في ما يقارب هالدقائق ونكون مع بعض هالأشياء اللي تقدمها لكم شاشة قناة المرقاب الفضائية قناة المرقاب راح تقدم لكم الجديد لكن خلونا نروح مع هالدقائق الجديدة اللي راح تستمتعون فيها ونعود إليكم مرة أخرى ابقوا معنا اترك الاصحاب وامشي في هواها والعذلها باللحون السامرية ذرة مصيونة ربي عطاها الجمال اليوسفي والجاذبية امشت تدرج وتقصر في خطاها مشية الورقة جال الركية الفتى الانظار
سعد يا خويا يا وجدي على وجد من خلي بلا زاد ومطية في ديار ما يبل الحلق ما تشوي الجرب وعرام ضاها القوية يا الله انك لا تخايب من رجاء ردها بعد السفر يا رب لي يا الله انك لا تخايب من رجاء ردها بعد السفر يا رب لي ردها بعد السفر يا رب لي ردها بعد السفر يا رب لي لزين يا قلب لا تشقى ولا تتعب لزين يا قلب لا تشقى ولا تتعب الباب والقفل والحراس من دونه يا ليت وقتي يطاوعني ولا يصعب واجه كل غلا مشتاق لعيونه اقرا الحزن في غيابه وانسخه واكتب حتى امتلى خافقي من بعد مظنونه اكلت هم الزمان وخاطري يشرب من همها اللي يزيد الجرح وطعونه حقيقة غايبة والطفل لو يقرب كان سراب خدع عطشان يشوفونه أنا واشوف زوله وانت هضم رعب لا قال حب بنيته لا يهدونه واجلس افكر بحلمي حاير ومعجب ما ينهدم حبها اللي ثابت ركونه يا صعب هدمه من الوجدان يا مصعب تغيير شيء في قلبي ما يهزونه ألا لصار اليمن في موقع المغرب ودولة قطر في محل جنيف مضمونة قلبي وقلبه ولو يطرح ولو يضرب ناتجه واحد ولا يقبل يزيدونه بل وصف بدر يجي للناس متحجب خايف من عيون خلق الله يحسدونه والله يجيبه وهذا غاية المطلب وارتاح وانسى هموم الوقت وشجونه من أول بيت لأن ننظر له من ناحية مسلم المصر الناس حتى يملون الناس لازم تكون وأنا لي شرف الله أني سجلتها ولي شرف الله أني ومن أعظم القلب هذا ملك صدره ورعيه نبضه طموح أحلامه أغلى شجونه همسه صدى صوته عيافه تغليه كمية إحساسه
إزعاجه، سكونه، عمقه، سواحل أمنياته، أمانيه، بسهولة ضابط تراكم وحصونه وموزعه مثل الأراضي وبانيه. يا كثر ناس بالزمن يدهلونه، أحد الرحل ما باقي غير ماضيه، لو ذكرياته حالفها ما تخونه، محفور فيه قبور غالين تبكيه. يا كثر ما سكتها عباير عيونه، خريطة من الضيم والحب والتيه، قليل في هالكون من يفهمونه، بسيط لو طبع التواضع يعليه، كبير لو عذاله يصغرونه. يا كثر ما سافر وخلى محانيه، يطرد سراب وناس ما يذكرونه. يا كثر ما يسفى الصدى من يناديه، ويلد للي لو صفاء ما يبونه، يزعل ولا يلقى ندي من يسليه، ويرمي على وجه الليالي غبونه. الناس يجزونه على ما يسويه، واكثرهم اذا احتاجهم يخذلونه، عجز ما يلقى في الزمن من يواسيه، وعجز ما يلقى ناس يستحملونه، ما يذبحه مثل العتب والمشاريه، واحبابه اللي دائما يعاتبونه. يضعف اللي منه لقى من يواسيه، ويضيق له من شافه من يكرهونه. مرات اقول ابغى بديله وبشريه، لكن اغلى نوع واندر نمونه، مره من ظروف الزمن ما يكفيه، كم هدمت لوعات بقعه وركونه. علمته ان الصبر تحمى التواليه، وعلمني ان الوقت يبغى مره. وانا لي شرف اني سجلتها من اول بيت، لان ننظر له مشتبه المصر الناس، حتى يملون الناس لازم تكون. وانا لي شرف والله اني سجلتها، ولي شرف والله اني ومن اعرض عن ذكر فانه يشكون بجر شرف المسلمات. يقول الحزن لو عنده حياة كان ما بات، تحت الضلوع العوج فترة طويلة، أصبحت أنا وياه في كل الأوقات، مرة اشتكي منه ومرة اشتكي له. يقول لي وأقول له والعبارات تاهت ولا حصلت فيها وسيلة، تردني للبسمة الليلية جات، عرفت سر أهل العقل والفضيلة، يا من على بالي ترى كنت بالذات، حملتني فوق الحمولة الثقيلة، حملتني حملا على غير مشهات، وزريت من كثر الحمولة ارتكيلة، لا قلت لك تعبان قلتي سلامات، وان قلت وين دواي شفت الجفيلة، وان جئت اسلي خاطري منك لحظات، ترجع بي الذكرى على كل ميلة، تواردت في صدري اهات واهات، واحتجت لدموعي وعيني بخيلة، لعاد تذبحني وانا ضمن الاموات، ولا تعاتبني وروحي قتيلة، يكفي جروح الوقت والوقت بالذات، خلى غيابي عنك فترة طويلة. سلام. وانا لي شرف والله اني سجلتها، ولي شرف من اول بيت، لان ننظر له مشتبه المصر الناس، حتى يملون الناس لازم تكون. وانا لي شرف والله اني سجلتها، ولي شرف والله اني ومن اعرض عن ذكر فانه يشكون بجر شرف المسلمات. يقول لحظة عشم ودتني الجدي وسهيل، نجنب جنوب ونرجع ونشمل شمال، وحايتنا ويا القلم ظلمة الليل، في معزل كنا على جلسة أعمال، دور القلم ينقش خدود الكشاكيل من غير لا يطرح نقاشات وجدال، يستخدم أبعاد الصور والتشاكيل، ويرسم ملامح صورة داخل البال، والجاش مضمار تطارد بها الخيل أصايل ما تنعسف لأي خيال، والجاش مضمار تطارد بها الخيل أصايل ما تنعسف لي خيال، والجاش مضمار تطارد بها الخيل أصايل ما تنعسف لي خيال، وأنا زبون الترجمة والتفاصيل، واللي يقول الفال يثنيها بعقال، والتجربة برهان جيل بعد جيل، وفكرة على فكرة مثل ديمة همال، يمطر سماها بالحقايق همليل، والشمس ما يحجب سناها بغربال، وأنا اكتسبت من الليالة الممحيل تجارب منها سمينات وهزال، بحرا عبرته رغم كثرة التهاويل، وبحرا حذفني صفق موجها على الجال، وصاحب صفالي وانتقاني من الجيل، وأنا احتوي له داخلي قدر وجلال، وصاحب حسبت للشدايد محاصيل، لكن جابت بنته ما جابت عيال، ويلا عسى مبداي ما يلحق همي وثر الشدايد مجهر للرياجيل، ولكن رجال يعوضك برجال، ويلا عسى مبداي ما يلحق هميل، وحصن لساني عن القيل والقال، وانطاف فالي قلت على المقابيل، وابقى خصيم النفس قدامه تختال، العمر يجري والروافد محابيل، والنفس توجل في رجل والي
وجال ولا ولا يكسب بنادم ورا الحط والشيء اللي سمو الخلق ما خير الاعمال. سلام. من يعرف هذه الأبيات ويعرف تاريخ هذه الأبيات من عفيف إلى حرض؟ الحقيقة أسماء مهمة وأسماء يعرفها كثير من المشاهدين الكرام. أنا أشكر شكر خاص لعبد الله الدوسري على هذا الصوت الجميع الذي قام بهذه الشيلة الجميلة الرائعة والتي تذكرنا الحقيقة بالماضي لهذه الأبيات الجميلة الرائعة. مشاهدي الكرام، شاهدتم الحقيقة مجموعة كبيرة من الأعمال، شاهدتم الحقيقة جم وعدد كبير من القصائد، وبإذن الله تعالى سترون بإذن الله تعالى من المرقاب بإذن الله تعالى ما يسركم وما يمتعكم، ما يمتعكم إن شاء الله في المرات القادمة. نحن معكم وانتم معانا، شعرانا، منشدينا، ضيوفنا، كل اللي يشرفون الحقيقة في برامجنا بشكل عام. أنا أتحدث عن البرامج بشكل عام في قناتنا، قناة المرقاب، اللي إن شاء الله راح تستمتعون إحنا وياكم فيها بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، أعود لكم في سهرتنا في يومنا الأول على الهواء مباشرة في برنامجكم قهوة العيد، ومع ضيوفكم الحقيقة المنشدين المبدعين اللي يمتعونا واللي سمعونا أصواتهم الجميلة والرائعة، المنشد عماد الحكمي والمنشد المهند الحكمي. حياكم الله. الله يحييك. عدنا إليكم من جديد. عدنا وعدنا على نشيد. استمتعتوا في الأهازيج؟ اي والله، الشيلات وهالقصائد الطيبة. أيوة، والحقيقة أنا بقول بس لمشاهدينا الكرام والشعراءنا اللي كانوا أيضا موجودين معنا طبعا كما تشاهدون هذا العمل اللي قام فيه الحقيقة، يشكرون كل العاملين في هذه القناة على رصد الكلمات، رصد الأبيات الشعرية وهذا العمل الجميل الرائع ما شاء الله تبارك الله، يشكرون والله عليه. يعني فعلا كل شعراءنا ما شاء الله أبياتهم الحمد لله استمتعنا فيها،
مشاهدينا استمتعوا فيها، شعراءنا اللي حضروا، ضيوفنا اللي حضروا استمتعوا، لله الحمد والمنة في هذه الأعمال الجميلة والرائعة في توثيقها في داخل هذه القناة. طبعا كما تشاهدون قبل قليل الأبيات التي نقرأها ونستمع لها، فتجمع بين القراءة وبين السماع وبين الصوت الشجي، جمعت ثلاثة أمور في أمر واحد ما شاء الله تبارك الله. نرجع لعماد. عماد، مرة ثانية راح نرجع لموضوع، خلينا نكون صريحين شوي، خلينا نكون دقيقين في كلامنا بصراحة. جمعية إنسان دعمتكم في الإنشاد؟ جمعية إنسان لها فضل كبير. جمعية إنسان هي اللي طلعتني، تشوفني قدامك، هي اللي طلعت عماد حكمي، هي نمت موهبتي. شكر خاص يعني لمدير عام الجمعيات الأستاذ صالح اليوسف، وخصيصا للأستاذ سامي الدويش الموجود في الكواليس. أشكره يعني شكر خاص. هو اللي يعني جلس معنا، هو اللي نمى الموهبة، أنا وأخوي مهند، هو يعني اللي هو سوى كل شيء يعني. الأستاذ سامي الدويش أشكره يعني شكر خاص. يعني كان يعني يجلس معنا بالأيام ويعني يعطينا، يعني بما أنه يعني قد مر مواقف وزي كذا، يعطينا مواقف ويقول يعني اعتبروا، ويعني زي ما تقول أنه يهيئنا للجو أنه نطلع إعلاميا، نطلع يعني نكون جاهزين لكل شيء. ممتاز، هذا الأستاذ سامي الدويش. الأستاذ سامي الدويش شكر وتقدير له، شكر اللي الحين في الكواليس واللي يتابعكم في كل لحظة، كل صغيرة وكبيرة ما شاء الله. الله يعطيه العافية. وطبعا شكر خاص بعد لمدير جمعية إنسان فرع الجنوب الأستاذ عبد الملك الدهش. طبعا تحية للأستاذ عبد الملك، تحية وأقول لك كل عام وأنت بخير. لا جميل والله. نرجع للمهند. المهند، خلينا نتكلم عن الجمعية، دعمتك في الإنشاد؟ والله من كل ناحية، في الإنشاد، فكل المواهب كورة أي شيء، بس الإنشاد بالأخص هي اللي دعمتني فيه، يعني كهذا خروج في الستيج، يعني كل شيء. نعم ممتاز جميل، يعني دعمتكم في كل شيء الحمد لله. ممتاز. طيب خلينا مشاهدين الكرام ننتقل نحن وياكم في أحد القصائد أو الأناشيد الجميلة اللي دائما ترددونها، وهي لخير وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول يا رسول الله. نسمعها؟ يا رسول الله. نسمع يا رسول الله. طلع الكلمات. يلا جاهزين نسمعها مع بعض؟ يلا بسم الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يجنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان، وبه ظهر الحق وبانا، وبه ظهر الحق وبانا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها، قد حفرت قبرا يحويها، فيما قد رسمت هاديها ورسول الله. ورسول الله. وقلوب
وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كماضينا برسول الله لرسول الله يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الكلمات طبعا معانيها كبيرة جدا وهي تتحدث عن خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم عليه. لما نرجع أنا وأنتوا لموضوع حضوركم في الحفلات تحسونه متوسط عالي قليل من أي ناحية حضوركم تحضرون في المناسبات في الفعاليات؟ والله مو ما توصل لدرجة إني يعني أحضر لفعالية قدر اني اكون مشارك فيها. يعني الحمد لله في يعني فعاليات كثير اشارك فيها لدرجه اني يعني ما اقدر اشارك في فعاليه ثانيه او اني اسمع عن فعاليه او يعني انشاد وزي كذا ما اقدر يعني احضر الفعاليه هذه عشان مشغول في فعاليه ثانيه. نفس الشيء مهند ولا اول شيء عماد في فرقه فاكثر من فرقه هو يروح ويجب يعني على طول هو يقدم كل شيء اما انا بس انشاد في حفل انشاد اطلع بلا والله إنشاد ما يشارك ما يشارك ما يتحمس ما يتحمس لا لا هي بنحمس ان شاء الله ان شاء الله. طيب نبغى نسمع احد المقطوعات لعلنا ناخذ هي جنة ثم بعدها راح ناخذ انشوده انشوده من كل منكم طبعا. ان شاء الله. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. الله 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 جميل ما شاء الله تبارك الله لا يعطيكم العافية وصدقوني شخصيا يعني أتحدث شخصيا بكل أمانة ما ودي أختم الحلقة بأمانة يعني إذا جينا المنطق أنا ما ودي أختم الحلقة لأني أعلم أن المشاهدين الكرام اللي قاعد يشاهدونا يقولون يا أخي خلهم خل نسمع خل نسمع صدقوني يا مشاهدين أنا والله أنا مثلكم وأضم صوتي لصوتكم أصوات جميلة مواهب إبداعية روعة ما شاء الله أخلاق حتى عالية ما شاء الله تبارك الله أداء جدية في الأداء ما شاء الله تبارك الله في هذه الرسالة وهي رسالة الإنشاد لكي يصل برسائله التي توصل إلى أو تصل إلى الآخرين. الحقيقة لم يبقى لي إلا أني أسمع آخر أنشودتين منكم راح أسمع من طبعا من أنشودة أيقنت وراح أسمع طبعا من المهند أنشودة يا صاحبي فلعلي أخذتم بها الأنشودة. طبعا أنا دائما أفرح أنكم تكونوا مع بعض ومنشودين مع بعض ودوتوا مع بعض لكن هالمرة يمكن لي أول مرة راح يكون المهند الحالة وأيضا أنت عماد راح تكون الحالة. خلونا نكون مع عماد. طبعا غيرت أيقنته راح أنشد نشيد اللي هو تضيق فيني صار لي فيه موقف اللي هو صار لي حادث الله لا يعيد الشر فأول ما
جيت نادي إنسان تبع الجمعية طلبوا مني أنشد. أها. وأنشدت النشيد هذا، فصار يعني كل مرة أتذكره وكل مرة يعني أنشده وأعيده إذا بنشد الحالي. فأسمعكم إياه. تضيق فيني دنيتي وتعنى ويزيد حزني لا طر اليوم طاري، كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى، واليوم عني راح عجز تلاقي. تضيق فيني دنيتي وتعنى ويزيد حزني لا طر اليوم طاري، كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى، واليوم عني راح عجز تلاقي. يا صاحبي عذر خفوق انت عنا، من بعدكم باقي الألم في حياته، قدرك عزيز وبعد فقدك عرفته. يا رب عيد الوصل باللي حبه، أحن للماضي ورعت سنينه، واذكر حياتي في وصاله وقربه، والله ما أنسى ولا يمكن أنسى أيامه الحلوة معي أو ليالي. يعطيك العافية، يعطيك العافية على هذا الصوت، واللي أول مرة نسمعك لحالك. احنا دائما متعودين ان نسمع اصواتكم مع بعض. خلونا نسمع المهند في اخر انشوده في هذا. هذه انشوده يا صاحبي للمنشد حامد الحلافي. هذه حبيتها فجاه وهي مقطوعه صغيره بس ان شاء الله اسمعكم. بسم الله. يا صاحبي داعني ترى كل يجراح، لو كب قربي كانت اسمع وينيني، الجرح الاول باقي ما بعد راح، وقفت حياتي بين كسرى سنيني. يا صاحبي داعني بترك اللي جراح، لو كب قربي كانت اسمع وينيني، الجرح الاول باقي ما بعد راح، وقفت حياتي بين كسرى سنيني. انا من الايام ماني بمرتاح، أضحك دقايق والحزن محتويني، والحزن جو مغبر كله رياح، لا شفت عجاه قلت ربك يا عيني. ما شاء الله على هالصوت الجميل الرائع المهند، صوت جميل. أول مرة نسمعك لحالك. دائما ما شاء الله بهدوت ولا يعطيكم العافية. أنا ما أقدر أقول إلا أشكر هالمبدعين الرائعين الحقيقة، المنشد عماد الحكم، شكرا لك. عفوا، الله يعطيك العافية، وأشكرك بصراحة، وأشكر قناة المرقاب لأنها هي يعني من الداعمين اللي دعمت عماد ومهند في الظهور، وأوجه شكري لك والأستاذ علي، الأستاذ خالد. شكرا. الله يعطيك العافية، وإحنا أيضا نشكرك وهذا واجب علينا. نشوف مهند كلمة أخيرة. يعطيكم العافية على هذه الاستضافة الحلوة، وشكرا لكم على هذه الدعم، ويعطيك ألف عافية كأخ كبير على المينة والأخ خالد اليميني. الله يعطيك العافية، وإحنا نوجه لكم الشكر العميق، ونوجه أيضا الشكر العميق لي، ونوجه الشكر بعد لمدير القناة الأستاذ مسعد بن سمار، يعطيه العافية والله بصراحة، وعلى الهدية اللي قدمها لنا في برنامج هبة ريح. كليبين بإذن الله راح يعني نشوفها إن شاء الله. نشوفها إن شاء الله. رئيس مجلس إدارة القناة، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق إن شاء الله، ولكل
الحقيقة الشباب المبدعين، ولكل أبناء جمعية إنسان ولجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان. نوجه الشكر العميق للأستاذ صالح اليوسف وإلى أيضا مدير فرع الجنوب، وأيضا إلى الأستاذ سامي الدويش، سامي الدويش، وأيضا إلى الأبناء المبدعين الحقيقة المنشد عماد الحكمي والمهند الحكمي. وبأمانة بصدق بأمانة بأمانة ما ودي أختم الحلقة، ما ودي أختم الحلقة لأنه فعلا نحن مستمتعين بهذا الإنشاد الجميل والرائع. ولكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا معكم في هذه الحلقة الأولى التي هي على الهواء مباشرة في برنامجكم برنامج قهوة العيد، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وبلدنا ووطننا وكلنا إن شاء الله وأنتم ونحن بألف خير وبألف عافية إن شاء الله. ألقاكم بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. هذا علي الموينع يودعكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. الحمد للولي، الحمد للولي علي ما تغاب، الواحد المعبود رب البرية، رب العباد مدبر الأمر تنبي، العالي الرزاق جزل العطية، من رحمة اللي في يديه التدابير، العيد شعشع في سمانا الضيا.